الحدوته بتكمل من بعد احداث الحلقه اللي فاتت، وبنروح مع مجموعه الافنجرز واللي فيها عمتك بيه كارتر الا وهي كابتن امريكا، واللي اثناء ما هي في معركه مع احدى المجرمين ولكن بيوقفها عمك الويتشر وبيقول لها ان تم اختيارها انها تعمل سبسكرايب لقناه ويكلي سي لان القناه دي جامده سيقه. وعلى فكره يا جدع انا مش جايب لك القناه دي من فراغ، وده لانهم بينزلوا نوع معين من الافلام كل اسبوع، ويا جدع لسه مخلصين الاسبوع بتاع الابطال الخارقين الا وهو 21 فيلم لابطال الخارقين، ومش عارف بص حاجه جامده سيقه كده. بس يلا روح بنوصل سكر دلوقتي حاجة. وعلى الجنب التاني بنروح مع عمك تتشالا، واللي هنا يبقى هو ستار لورد برضه وبيتم اختياره، وبرضه بيروح لاحدى العوالم الموازيه وبيختار جامورا، واللي بعدها بيروح لكلمونجر اللي هو بلاك بانثر برضه وبيختاره، وبيروح على ثور واللي هو يبقى الشاب المتهور كده وبيختاره برضه، وبياخدهم كلهم وبينقلهم لحانة، وهناك بيقابلوا دكتور سترينج اللي الويتشر ساعده اخر حلقه اللي فاتت، وبيظهر الويتشر وبيقول لهم ان تم اختيارهم لمهمه مهمه جدا لاستمرار الحياه، وبيقول انه دور على بطل حقيقي ولكن اكتشف ان المهمة دي محتاجة فريق قوي مش بطل حقيقي، وبيطلق عليهم اسم حراس العوالم المتعددة او جاردين اوف ذا مالتيفيرس. ولما بيحاول عمك سور ان هو يخرج لما بيفتكر دي خدعة من عمك لوكي، بيكتشف ان هم اصلا بره الزمان والمكان، فبيحكي الويتشر كل اللي حصل مع اولترون، وبيحكي دكتور سترينج عن الحجارة الازلية كلها، وبتكون الخطة هي فصل جسم اولترون عن الاحجار. واثناء ده بيحكي عمك دكتور سترينج الكابتن كارتر ان هو في العالم بتاعه ستيف روجرز هو اللي اخذ المصل وبقى كابتن امريكا، وبيتفاجئوا ان اولترون قريب منهم، وبيخترق العالم بتاعهم بيرمي دكتور سترينج على باقي الفريق تعويذه كده تحميهم يعني زي درع، وبيتقدم ثور عشان يحارب اولترون، ولكن اولترون بيهزمه بكل سهوله وبيتدمر المكان، ولكن بسبب التعويذه دي هم بينجوا، وبتستمر المعركه وبيبدع كل واحد فاهم في القوه بتاعته والمهارات بتاعته، لحد لما ستار لورد اللي هو تتشالا يعني قدر ان هو ياخد حجر الروح. فطبعا عمك اولترون بيتعصب جدا، ولكن دكتور سترينج بيفتح بوابه من عالم موازي واللي فيه الزومبي في اللي احتلوا العالم ده واخد بالك انت، فبيقع كل الزمابي على عمك اولترون وده بيعطله شويه، ده غير ان هو بيتفاجئ بزومبي عمتك واندا اللي بتبهدل امه، وبيكون هرب الفريق عن طريق بوابه كده عمك سترينج فتحها، وبيلاقوا نفسهم في مكان وهناك بيهاجمهم بلاك ويدو، وده لانها مش عارفاهم اصلا، ولكن بيكون عمك اولترون جه وراه، والمعركه بتكمل، وبيكون الهدف هو ان اولترون ما يوصلش للحجر، لما ياخد نشاص معاه حجر بوسلانكو بيرموس عوايد 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 دمي خفيف جدا، وبيكون اولترون قريب من ان هو يوصل لهم، لحد لما بيستخدم حجر الزمن ويبطئهم، وبيكون على وشك ان هو ياخد الحجر بتاع الروح، ولكن دور بينه وبين دكتور سترينج مواجهه بيطلع فيها دكتور سترينج الوحوش اللي خدها من العوالم الموازيه عشان تزود القوه بتاعته، لحد لما بيقدر المجموعه انها تكتف عمك اولترون، وبتستخدم جامورا سلاح بيدمر الاحجار، وفعلا ده بيحصل، ولكن عمتك جامورا بتكتشف ان السلاح ده دمر الاحجار بتاعه العالم الموازي اللي هي عايشه فيه اللي هي اساسا جت منه، يعني مش الاحجار اللي مع عمك اولترون اصلا. طن 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 طن. فبيظهر عمك اولترون من تاني بعد ما وصل لحجر الروح، وبيبدا ان هو يحاول ان هو يدمر دكتور سترينج عشان بكده الباقي هيكون على الايه مش عليهم حمايه وسهلين بالنسبه له، عشان دكتور سترينج انك قوي فشخ هو اللي على فكره. فبيعمل بلاك ويدو وكابتن كارتر كده خطه، وبيقدروا فيها ان كابتن مارفل تثبت عمك اولترون، وفي نفس الوقت بلاك ويدو تطلق عليه سهم بيخبط في عينه، والسهم يكون فيه زي فيروس كده فاهم ايه، ينتقل من النظام بتاع زولا اللي جواه ويخترق نظام عمك اولترون، وبيستخدم عمك المونجر اللي هو بلاك بانثر يعني هنا البدله بتاعته اللي من الفايبرينيوم ان هو يسحب الفايبرينيوم اللي معمول جوه اولترون وياخد كمان منه الاحجار، وبيقول انهم بالاحجار يقدروا يحققوا احلامهم زي ان مثلا بيجي ترجع ستيف تاني او ان سترينج يرجع لحبيبته تاني، ولكن ده هيعمل مخاطره كبيره على العالم، فبيحصل ما بينهم مواجهه، ولكن بيقوم عمك اولترون اللي بقى بنظام دكتور زولا وبيبدا ان هو يسحب الاحجار مع بعض، ولكن دكتور سترينج بيقدر بمساعده الويتشر ان هو يحطهم في زي عالم مصغر كده لوحدهم، وبكده يكونوا انقذوا العالم، بل لا هو كده انقذوا كل العوالم، وبيقدر يرسلهم الويتشر نفس اللحظه اللي مشوا فيها ما عدا عمتك بيجي اللي بتكون عايزه ترجع زمانها مع ستيف، ولكن الويتشر بيقول لها ان الزمن الحالي بيحتاجها، ولكن بالنسبه لعمتك بلاك ويدو بترفض انها ترجع للعالم بتاعها. طب ما تيجي العالم بتاعنا والله العظيم فاضي ما فيهوش حد، المهم ده علشان العالم بتاعها متدمر، فبيرسلها لعالم تاني ما فيهوش بلاك ويدو، وبس كده يا عم الحاج توتا توتا خسر حدوته، وبرضه بلاك ويدو ما كانتش العالم بتاعه. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، ما تنساش تعمل فولو انستجرام، ما تنساش تعمل فولو كريم السامع عشان هو اللي منشل الفيديو ده، ما تنساش تعمل فولو لاحمد السامع عشان هو كاتب السكريبت ده، ما تنساش تخش على جروب الميمز ميمي امي على الفيسبوك، ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناه ويكلي سين وتاخد لك لفه في القناه وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده، والسلام عليكم.